انا مش فاكره في ثانوي فانا كنت بدو اختي من الدرس فكان هو الدرس بتاعها بعد الواقعه بشارع فطالعين لقينا في لمه وكده وهو راجح كالعاده بيطلع يجري ورا الناس فاحنا مش مفكرين ان هيحصل حاجه وحشه وكده فبعدين اللي انا خدت باله منه ان في واحد مليان كده مسك محمود كده فاحنا مفكرين ان احنا هنضربوا بعض كالعاده معرفش احنا سهوه كده حاجه عدت على وشنا كاننا مش شايفين اي حاجه لقيناه وقع من طوله على الارض معرفش جه شد كده وراح حطه على سلالم على بيت صاحبتي سلالم صاحبتي حطه على السلالم وبعدين لقينا محمود غرقان في دمه قلعت على كان التيشيرت بتاعه كان يا دوبك كان لغايه هنا كده على ما عملوا قلعوا له بقى وكده وبس في نفس الدقيقه احنا عملنا مع محمود كان راجع خد موتوسيكل له هو واصحابه وطلعوا جري هو على الشارع احنا ما عرفناش ان احنا نمسك حد عرفتي ازاي بالواقع على سيادتك؟ عرفتي ازاي وفي اليوم ده كان عنده درسين اتنين قضاه ومخلص الساعه 1 وربع كده دخل جاي قالب وقعد صلى لا يا رب قعد ذاكر شويه قلت له تيجي تفطر يا محمود قال لي انا كنت بره تمام ذاكر العصر ده طلع قعد في الصلاه شويه مسك التليفون قلت له يا محمود قوم صلى ايوه يا ربنا يهديه جاي داخل متوضي وصلى شويه قلت طالع انزل بقى الشارع شويه قدام البيت تمام واول مره يمكن اقول له روح بسهوله كده كنت دايما اقول له لا اقعد بقى ذاكر شويه انت بكره عندك كذا وكذا وكذا بكره الخميس وتقعد تعد له المواد عندك احياء عندك فيزياء عندك كيمياء لازم يذاكروا صح قلت له طب انسي بصيتني البلكونه زي دي فوق لقيت وقف فعلا قصاد تمام سكت بقى دخلت يمكن هي ربع ساعه هو كان دايما جاي من بره قلت له خطفني ايوه تمام عالم ثاني قال لي عم محمد فين؟ قلت له هو راح المحل قال لي طب اديله الرقم بتاعي قلت له يكون عايز يصلح حاجه وبكره من الدنيا تمام مليته الرقم وقال لي طب بص بقى كم؟ محمود متعور اسعار قلت له متعور ازاي؟ بلاش طرق كده والله ازاي؟ قال لي ما اعرفش قلت له بتعالج؟ قال لي لا انا متعور خلي ده في اول الشارع وحصل الشارع البعيد يعني مسافه بعيده تمام فجاري البست قال لي خليكم طبعا عليهم قلت له اوكي ماشي جاري البست نزلت قال لي هو وصل مستشفى السلام ده لسه حلو مشفتوش يعني على ورق السلام مسكوا في هناك قالوا لي ما تنزليش والله بنفسي الكلمة بقيت أصوت والكم بقى مش دريانة بنفسي ابني والدم مغرق الشوارع هناك يشوفوها ربنا ينتقم منهم ربنا ينتقم منهم أنا ما كنتش أعرف حاجة على روح المستشفى زقيت الباب ودخلت أنا شفت بس نص اللي تحت ده لما واخد الكوتش بتاعه أبيض مش باين من الدم بدونه مش باينة قدام زقوا له طلعوا له أنا ماما عايز أشوف قالوا لا سيبيه عشان نعرف نسيبيه قالوا على بابا برين على الكلب أنا ما ركزت في الرقم الثاني وصلت عليه في دبي بقى وقالوا لي حاجة حصلت لي هي مش عارفه صوته هي مش عارفه صوته تقول له يا ابني انا عايزه اقول صوت محمد هو اللي بيرد عليها هو اللي رد عليها لا يا حاجه انا محمد تقول له محمد بتاع التلفزيونات اللي صالح التلفزيونات يقول لها يا ست انا يا حاجه انا قالت له طب انا هضبنا ابنك بتعور لقيته ضيق ما رضوش يدخلوه وقفنا كتير على الباب وفي لحظه لقيتهم مطلعينه وحاطين وشه طب عامل كده ليه في طيب ليه السبب اللي يعمل في السبب على ما سالت زمايله الواد ده مش كويس سمعته مش كويسه كان بيعكس حد ايوه كان بيعكس بنت محمد يا عيني بيدافع محمود بيدافع يا عيني محمود قال له عيب يعني مش من الرجوله ان انت تتعدى على بنت واد شهم يعني ما شاء الله عليه قال له مش من الرجوله ان انت تعمل كده
استحملتها له بقى. تعامل فيه بقى. خلاه نزل بقى وكان لوحده في يا عيني غدر بيه. غدر بيه. غدر بيه جايب اربعة هو وجايب اربعة ثلاثة معاه. انا ما شفتش المشاهد اللي موجودين يوروا المشاهد ليه خالص. ما شفتيش ما شفتيش. شاطير. صراحة. طبعا مش حاجة بالدنيا يعني تبرد نار بس انت حضرتك بتطالب بايه؟ بطالب بالقصاص. عايز حق ابني. عايز حق ابني ما يضحش. ان شاء الله عايز حق ابني ما يضحش عشان انا ربيت ابني وعلمته وكبرته وعرفته الحلال من الحرام من الصح من الغلط علمته كل حاجه وعرفته انه ده غلط يا محمود ده كذا لك اخت ما تعملش الغلط يا هيقعد ليه اهو يعني بان هو بقى البيت بان اهي ما شاء الله عليه ان هو دافع عن بنت صح لا شهد دافع عن بنت احلفني انا واحده مورياني فيديو شويه سفالة 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 ما فيش تربية خالص ولا أخلاق ولا قيم ولا مبادئ ولا دين